قرية ميت الكرة. كما تحدثنا هذه قرية ميت الكرمة وهذه محطة القطارات الخاصة بها. ميت الكرمة أخرجت الكثير من المشاهير منهم الإعلام الكبير وعضو مجلس النواب الأسبق دكتور توفيق عكاشة، الفنان الراحل نجاح الموجي، الفنان وأشهر رسام الكاركتير في مصر الفنان تاج. هذه محطة ميت الكرمة أو قرية ميت الكرمة. قرية ميت الكرمة إحدى قرى مركز طلخة التابعة لمحافظة الدقهلية. نعم، هذه قرية ميت الكرمة بالطبع كان لها اسم قديم، كانت تسمى ميت الغرقة. والرئيس جمال عبد الناصر تكريما لأهل ميت الكرمة لاستقبالهم مهجرين حرب أو نكسة 67 وإكرامهم أطلق عليها ميت الكرمة. عن ميت الكرمة هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة.